من بين حاضرين اليوم في حفل تكريم مع السيد الوالي الاخت فوزيه منصور ابنه النقيب السابق المرحوم نجم منصور. عندك شي فكره على احداث بنزرت بالرغم اني ربما لصغر سن 12؟ صغيره وقتها بون اللي نعرفوا اللي يحكيوا عليه واللي نعرفوا بون. بالنسبه لبابا هو من جماعه الفرنسفيري اللي كانوا في الاندوشين 12 عمل وبعد الكونغو عمل 3 وعيدوا له بحرب بنزرت. بون سي فغي اللي هما مش معناتها ما متحضرين وقتها مشاو بوس كومون، مي إلي بازي فهمت إي باغي اللي هو تري بالإيكونوم وبالسلاح وبالتمويل تمويلي وإلا تخي بيان ترافايي على حسب ما يحكيو عليه زملائه وعلى حسب معناتها كان نجح وخبى وقت اللي ضربوا وعينو خاف هو معناتها عرف باش يأمن كل شيء باش نجم نجح معناتها كملوا المعركه نتاعهم وكل هذا اللي نعرف معناتها عليه. تو ثم عائلات وابناء قدماء العسكريين فماش مثلا لهوا بيك مثلا يعيطوا في عيد الجيش يعيطوا في المناسبات؟ لا 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 شيء. نو بابا مات اون 75 عمره 49 سنه وانا كبرت اخواتي واخواتي كلهم صغار جميع باش تفكرونا ولا عيطونا ولا كل بون نخدموا نسكنوا في حومه ميده وضبط كبار ولا مكبار مي بيرسون ما فماش حتى لم جميل شكرا.